ادهم، ايه دخلت المجبرين دي؟ انت رحت القصر ليه؟ كنت بتكلم سمر عايز منها ايه؟ عايز منها ايه؟ دم بناتي وفي بيننا عيش وملح، المفروض قبل ما اكلمها استاذنك؟ مجاهد، سمر من هنا ورايح تخصني. الله، تخصك ازاي يعني؟ لا بص يا ادهم، هو واضح ان فيه سوء تفاهم. انا رحت القصر بس مش لوسيله، انا رحت لسمر اختها اللي هي ام بناتي فيحاء ورميساء. صح؟ في سوء تفاهم صح؟ ايوه كده يا عم، اقعد بقى اقعد. اللي انت مش واخد بالك منه ان وسيله ما بقتش مراتي، وسمر هي اللي هتبقى مراتي. ايه والعشق الممنوع ده يا معلم؟ صح؟ هو انا غايب بقالي كتير؟ فلوس، مليون جنيه، وقصر، ووسيلة طلقتها، وهتتجوز سمر. اللي قول ادهم، فيحاء ورميساء بناتي زي ما هما ولا في تغيير؟ في معمل تحاليل على اول الشارع ممكن تتاكد منه. لا بلاش، العيله دي ما ينفعش معاها التحاليل، هيشككوني في نفسي. بس انا عايز اقول لك حاجه ادهم بقى. مسمار على مسمار ما يدقش. حلوه عجبتك؟ ها حلوه جديده. لا الجديد كله هتلاقيه عندي، ما تلاقيش. تقصد ايه؟ اقصد ان واضح ان وسيله نطرتك قبل كاش، وعرفت ان انت مش راجل المرحله بتاعتها. ومن انت تعمل ايه بقى؟ انا عارفك، اصلك انت رخيص يا ادهم قوي، والوحيد اللي قفشك انا. لقيت البت سمر معاها شيك ابو ست صفار، رحت انت لافف عليها، قلت تطلع من المولد باي حمص، ما تسيبش نفسك كده. صح ولا غلط؟ برافو برافو، صح صح. بس انا عايز اقول لك حاجه عشان اكمل لك اللي انت قلته. انا ما بحبش حد يمد ايده على الحمص بتاعي، واللي يمد ايده على الحمص بتاعي اقطعه له. وايه اللي هتقطعه له؟ خبره. وايده ورجله. رجله دي زي الوسيله قطعتها لك ومشيتك. طب بص يا ادهم، انت عشان حبيبي وصاحبي انا هنصحك نصحتين. الزمن ده مش زمنك، الزمن ده زمن مجاهد واللي زيه. دي اول حاجه. الودن التانيه تعلق فيها حاجه تانيه، عارف ايه هي؟ ان مش كل الطير اللي يتاكل لحمه. عرفت ولا عيد تاني؟ لا لا عارف، بس كل اللي انت قلته قديم، مفيش غير مسمار على مسمار، بس هي الجديده وحلوه بصراحه. اهم حاجه ان لقيت حاجه جديده. انا قلت اللي عندي وانت حر. خلصت كلامك؟ محتاج اشوف عرض كتافك عشان عندي شغل.